يعني الوضع في قطاع غزة أشبه بالجحيم. يعني قطاع غزة يتعرض إلى حرب وإبادة جماعية. قطاع غزة تمارس عليه سياسة العقاب الجماعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة شرع في يعني في منع وصول المياه إلى منازل المواطنين، قطع خدمة الإنترنت، قطع الكهرباء عن جميع يعني قطاع غزة بما فيهم المستشفيات وبما فيهم يعني الأحياء والمساكن والمنازل والمنشآت المدنية. نحن نعيش في عزلة تامة عن يعني عن كل العالم. خدمة الإنترنت يعني تكاد بالكاد 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 وبشق الأنفس يعني نستطيع أن يعني نشبك أو نتواصل عبر خدمة الإنترنت لدقائق معدودة قبل أن يعني تغيب بشكل كامل. الاحتلال الإسرائيلي عزل المناطق في قطاع غزة عن بعضها البعض، والآن يهدد سكان مدينة غزة وسكان محافظة شمال قطاع غزة بالنزوح إلى منطقة جنوب قطاع غزة ضمن السياسات الإجرامية التي يتبعها في التعامل مع المواطنين. الاحتلال الإسرائيلي يكذب عندما يقول بأن حربه موجهة للقضاء على المقاومة أو القضاء على الجماعات المسلحة. ما يحدث اليوم هو يعني حرب إبادة جماعية تستهدف المدنيين والنساء والأطفال وكبار السن والمرضى. الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع المجازر في المدنيين وسكان قطاع غزة. يعني المطلوب اليوم من القيادة المصرية من جميع شعوب العالم هي أن تنتصر لهذا الشعب وأن يعني تلبي نداء شعبنا الفلسطيني الذي بات يرزخ تحت نير الاحتلال الإسرائيلي. الخدمات في قطاع غزة معدومة. نحن كنا نرى الموت في أم عيوننا، اليوم نحن ننتظر الموت وربما يعني تفقد صوتي خلال الساعات القادمة نتيجة استهدافي في هذه الحرب الشعواء التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي أو السابع على التوالي. يعني هذا ما يمكن قوله. كل شبر في قطاع غزة بات مستهدفا، كل بيت في قطاع غزة بات لديه عشرة من الشهداء وليس واحدا وليس جريحا. يعني الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشرات المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. كل بيوتنا باتت يعني مهددة بالقصف في أي لحظة. الاحتلال الإسرائيلي لا يؤمن الجانب وهذه